اكتشفوا أحدث التقنيات والآلات الجبارة التي تغير قواعد اللعبة، من النقل الثقيل إلى بناء الجسور والزراعة الذكية. سنأخذكم في جولة سريعة وممتعة للتعرف على أبرز الابتكارات الهندسية. لا تفوتوا الفرصة لتكونوا جزءاً من هذا العرض المذهل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وشاركونا رأيكم في التعليقات. تتميز التقنية المعيارية الحديثة لنظام SBMT بمرونة فائقة ودقة عالية تناسب مختلف التطبيقات، بدءاً من الصناعات الثقيلة وبناء السفن وصولاً إلى قطاع النفط والغاز والعمليات البحرية. يوفر النظام حلاً فعالاً حتى للمهام البسيطة والصعبة مثل نقل صخرة ضخمة بألمانيا، مما يبرز قدرته الاستثنائية على التكيف مع التحديات. يجسد هذا النظام تطوراً بارزاً في مجال النقل الثقيل بدمجه بين الأداء العالي والمرونة العملية. تعد شركة كابيل رمزاً بارزاً في عالم النقل الثقيل، وقد أظهرت تفوقها في ميناء دونكيرك باحتفال مذهل بإطلاق مقطورتها الجديدة شويرلا كاماج K25، حيث نقلت عوارض فولاذية ضخمة بلغ وزنها 140 طنة. مشهد كهذا يبرز قوة هذه الجرارات التي تبدو كأبطال خارقين قادرين على التعامل مع أثقل الحمولات. نجح فريق محترف في نقل معدات ثقيلة بوزن 220 طناً لمسافة 200 متر خلال 7 أمسيات لصالح مشروع مجفف يانكي التابع لشركة بيلمير. تحقق هذا الإنجاز بفضل التخطيط الدقيق والتقنية المتطورة المستخدمة في عمليات النقل. يظهر هذا المثال كيف تسهم الحلول المبتكرة في تبسيط المهام الصعبة، مما يخفض التكاليف ويقلل أوقات التسليم مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان للبضائع. آلة SLJ المعروفة بالوحش الحديدي تمثل تطوراً كبيراً في بناء الجسور. حيث تسرع العمل وتخفض التكاليف بفضل قدرتها على رفع وتركيب أقسام الجسور مسبقة الصنع بسرعة تصل إلى 5 كيلومترات في الساعة. وحدة الزراعة ماكس إكس 2 تمثل نقلة نوعية في زراعة الغابات. بعد تجهيز دقيق واختبارات ناجحة بالتعاون مع مصنع ماور، أثبتت الوحدة كفاءتها في مزارع الصنوبر والأوكاليبتوس. شاحنة المناجم الجديدة من شركة سفيك تحدث نقلة في معايير السلامة والإنتاجية. بوزن يصل إلى 45 طناً وتصميم ذكي يتضمن وحدة تحكم لجمع البيانات كميزة قياسية. الجرار العسكري أوشكوش M-1070 هو عملاق النقل الثقيل في الجيش الأمريكي، مصمم لنقل الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة.
يعمل بمحرك ديزلي ديترويت بسعة 12 لتراً وقدرة 500 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 5 سرعات ونظام نقل يتحمل حتى 55 ألف كيلوغرام. سلسلة الحفارات إنتردرين 4045 TS تعد حلاً متطوراً لتركيب أنظمة الصرف الزراعي. تدعم تركيب أنابيب مرنة بعرض يصل إلى 15 بوصة مع نظام GPS مدمج لضبط المستوى تلقائية. مطرقة فراكتوم 100 هي أداة قوية لتحطيم الصخور، تعمل مع حفار فولفو 380. تعتمد على ضرب الصخور بقوة عالية دون اختراقها، مما يؤدي إلى تفتيتها مباشرة. آلة MDS 5034 هي حليفك المثالي في مواقع البناء، مزودة بمحرك بقوة 280 حصاناً وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 10 أطنان بسهولة. ماكينة 250 SM Vario هي حصادة قوية مخصصة للتعدين الانتقائي للمواد الخام ذات المقاومة التي تصل إلى 120 ميجا باسكال. الرافعة الصغيرة GF 545 هي نموذج استثنائي يجمع بين القوة والمرونة. تتميز بقدرتها على الوصول إلى الأماكن الضيقة التي تعجز المعدات الكبيرة عن وصولها. تكنولوجيا روبو تمثل ثورة في التشغيل الذاتي للآلات الثقيلة. بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن تحويل الجرافات والحفارات واللودرات إلى معدات تعمل بشكل مستقل تماماً. مالتي وان ميني لودرز تقدم حلاً مبتكراً يجمع بين الاستقرار والحفاظ على الأرض بفضل نظام قيادة مجنزرة. يتميز السطح الكبير أسفل الجنزير بضغط منخفض على التربة، مما يمنع الانهيارات في الأراضي اللينة. آلة باكاس A 38 تشكل قمة الابتكار في الهندسة البيئية كإصدار مطور من نموذج باز A 36. تستخدم في تحويل النفايات الخضراء إلى سماد ومعالجة الأراضي الملوثة بدقة وإنتاجية عالية.
سكير برو بلس. سكيد ستير جريدر هو ملحق مبتكر يحسن كفاءة عمليات التسوية بشكل ملحوظ. تم اختباره بنجاح على الطرق الحصوية والمسارات غير المهيئة ومناطق الفروسية، مما أثبت أداءه الفعال والنظيف. تي بي 470 فاريو من شركة أبي يمثل نقلة نوعية في الأداء بتصميمه الجديد ونظام القيادة المتغير المستمر. مزود بمحرك توربيني بقوة 136 حصانا ويزن إجمالا 10 أطنان. إنتاج ونقل منصات النفط هو تجسيد للهندسة المتقدمة، حيث تتطلب هذه العمليات تنسيقا دقيقا واستخدام تقنيات عالية التطور. تصنع هذه المنصات التي يصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار ووزنها إلى عشرات الآلاف من الأطنان. شاحنة XCMG الكهربائية الذاتية القيادة تعتبر قفزة نوعية في قطاع النقل. تعمل بالتحكم عن بعد عبر تقنية جاي فاي أو بشكل مستقل بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يدير تحديد الوجهة وتخطيط المسارات. تتميز ببطارية قوتها 500 كيلووات، يمكن شحنها في 18 ساعات أو استبدالها ببطارية مشحونة في 6 دقائق، مما يضمن كفاءة دائمة. شاحنة فورس إي درايف من شركة تاترا هي نموذج مبتكر يعمل بنظام خلايا الوقود بوزن إجمالي يصل إلى 45 طنا. تعتمد على محركات كهربائية بقدرة 480 كيلووات وعزم دوران 2300 نيوتن متر، مع توزيع القوة على 3 محاور خلفية. قواطع كيمروك. الدوارة تقدم حلاً دقيقاً لتكسير الصخور باختراقها في خطوط متوازية لتدمير المواد بين الخطوط. تعتمد سرعة القطع على قوة الضغط أحادية المحور، إلى جانب عوامل مثل الضغط وتدفق الزيت ووزن المعدات واستقرارها، مما يعزز الإنتاجية في مختلف العمليات. شكراً لمتابعتكم حتى النهاية. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتنا في عالم التقنيات المتطورة والآلات المبهرة. إذا أدهشتكم أي من هذه الابتكارات، شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لتبقوا على اطلاع دائم بكل جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم مليء بالمزيد من الإبداع والابتكار.